السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده مع اسامه. طبعا السوشيال ميديا كلها امبارح مقلوبه على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكالعاده الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتواجد او بيطلع له تصريحات. هو نجم يا جماعه، هو يعني خلاص موضوع منتهي ومحسوم عند كل جماهير كره القدم المصريه. الكابتن سيد بلغه السوق كده شواف، يطلع في اي مكان بيقول التصريحات اللي بيتعامل معها بمنتهى الذكاء وبمنتهى يعني الحنكة، فكرة انا هضرب فين وهتكلم فين وهرد على مين وهرد ازاي وانا سايب ايدي. ده الكابتن سيد عبد الحفيظ باختصار. فبالتالي الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى عندما يتواجد تلاقي الدنيا كلها مقلوبه. طبعا جماهير النادي الاهلي دعمه بكل قوه، وجماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك خفاف. اول لما بيشوفوا كابتن سيد بيبداوا في حاله من حالات التخبط. طبعا واحد من حالات التخبط دي اللي هو اخو ابراهيم عيسى لما طلع يتكلم عن فكره ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيعتبر برونزيه كاس العالم للانديه بطوله عشان يقول الافيه بتاع 6-1 ومش عايز يبطل قصف جبهات. وهو طبعا دايما بيحصر دور الكابتن سيد عبد الحفيظ فكره قصف جبهات، لكن الحقيقه الكابتن سيد عبد الحفيظ مساهم في اكتر من 30 بطوله مع النادي الاهلي. انت مشكلتك هي سيد عبد الحفيظ، زي ما مشكله ناس كتيره جدا في اعلام نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ. ليه؟ لان كابتن سيد عبد الحفيظ بيرد بالطريقه اللي توجعكم بس بدون تجاوز زي ما انتم بتعملوا. فدي مشكله مسببه لكم مشكله، مش عارفين تمسكوا عليه حاجه الا خالد الغندور. تخيلوا خالد الغندور طبعا يعني قاعد يركز هيرد على كابتن سيد ازاي. ان هو كابتن سيد قال لك لما بكتب اسمي على اليوتيوب يطلع لي خالد غندور، هو شغال على كلمه سيد عبد الحفيظ. فخالد غندور مبدئيا كاتب بوست وقال ايه، ناس بتقول ان في واحد بيتكلم عليك، انا مش هرد عليه لان البطل ما يردش على وصيف. خالد غندور عنده ازمه من فكره القضيه ممكن والقضيه وفكره الوصيف، اللي واخد على الوصافه الامر بيكون تعبه جدا ونفسيا مش قادر يتأقلم عليه ومؤلم جدا، فبيجي ينتهز اي فرصة يكون فيها البطل الحقيقي في مركز الوصافة في وضع استثنائي ويبدأ يتكلم عن فكرة الوصيف. فقال انا مش هرد على الوصيف. بعدها بالظبط ب 11 ساعة، لا خلينا نقول احداث بالظبط، بعدها بالظبط بتسع ساعات قال هرد على قناتي على اليوتيوب، وبعدها بساعتين يعني بعد 11 ساعة من فكرة عدم رده على الوصيف وان البطل ما بيردش على الوصيف طلع يرد على كابتن سيد عبد الحفيظ. ليه؟ لان حد من اللي هو يعني بيعتمد عليهم، لان الكابتن خالد غندور يعني اخر حاجة ممكن يعتمد عليها هي نفسه، فلما الناس اللي بيعتمد عليها فكرة المعلومات والدنيا فيها ايه وممكن يكون سيد عبد الحفيظ غلط في ايه، قال لك بس سيد عبد الحفيظ طلع قال ان الزمالك خد بطولتين 94 و96، فامسكها عليه خالد الغندور. نسمع خالد الغندور. وده كمان يخليني ان انا ما اكون مدير كره لنادي كبير، ما ينفعش اطلع اقول كلام غلط وكلام يحسب عليا. ما ينفعش اقول الزمالك اشترك في بطوله، خد بطوله 94 والزمالك ما خدش بطوله 94، هو اللي خد البطوله، الزمالك خد بطولة 93، 94 دي كانت جوهانسبرج على ما اعتقد، يعني كنا خدنا السوبر الافريقي من النادي الاهلي. انتوا متخيلين خالد غندور من ساعة ونص طبعا شغل كل مساعدينه وفريق عمله والناس اللي بتفكر له في فكرة ازاي نطلع غلطة الكابتن سيد عبد الحفيظ. قال بس سيد عبد الحفيظ قال ان انا كنت بطل افريقيا كزمالك 94 و96 برغم ان الترجي كان بطل افريقيا. بص الكابتن سيد عبد الحفيظ كان قاعد على الهواء، يعني ايه؟ يعني قاعد تلقائي، فوارد جدا وارد جدا تخونه الذاكرة في جملة او جملتين، لكن هو كان بيتكلم الكلام ده في سياق ايه؟ في سياق ان النادي الاهلي هو نادي القرن، وحضرتك عمال تشكك في فكرة نادي القرن. فبيقول يا جماعة لو انا عايز اتجامل، اللي كان بيشارك فقط لغير في التسعينات هو بطل الدوري، ما كان ممكن خش شارك بالناشئين عشان تحرم الزمالك من بطولة بدل ما انت منسحب، وكان مصطفى مراد فهمي يحاول. طب بما انه عايز يجامل كان جامل في السكة دي، فهو قال 94 و96، لكن للأمانة انت خسرت امام الترجي الهادي بن رخيصة رحمة الله عليه في 94، بس في مصطلحات نادي القرن انت واخد نقاط
بينك وبين البطل نقطة، لكن في النهاية هنقول الكابتن سيد عبد الحفيظ غلط في دي، بس أنت واخد بطولة 96 وأنت مشارك مكان النادي الأهلي، وخدت على أساسها السوبر الأفريقي اللي أنت أساسا واخد دوري أبطال أفريقيا على أساس مشاركتك مكان النادي الأهلي، فأدي البطولة الثانية، وخدت الأفرو آسيوية فأدي ثلاث بطولات من أصل 9 بطولات، هنعتبر كابتن سيد عبد الحفيظ غلط في 94، فأنت كان المفترض حاليا تكون 6 بطولات فقط لا غير، ده في حالة إيه؟ إن النادي الأهلي كان يتقال له من مصطفى مراد فهمي بلاش الانسحاب وبلاش نوقع عليكم عقوبة عشان موضوع نادي القرن. أنا مش داخل لك في فكرة أنت مشترك مرة 84 مكان المقاولين ولا مشترك مرة مكاني، ببقى بستبعد كل ده، أنا بتكلم عن فكرة الإيقاف أو الانسحاب اللي حصل من البطولة اللي أنت ذكرتها، وأنت بقى بتحاول تذكرنا كده وتقول أنا كنت بطل السوبر. احمد ربنا إن كابتن سيد عبد الحفيظ ما اتكلمش عن بطولة السوبر وقال إن المباراة الوحيدة اللي فاز فيها الزمالك على الأهلي في دوري في بطولات أفريقية هي المباراة اللي كان حكمها باتريس ماتابيلا الحكم المرتشي. تخيل لو كابتن سيد عبد الحفيظ كان عاوز يتعرض لبطولة السوبر وللتحكيم المرتشي، انت متخيل ان المباراة الوحيدة اللي انت بتتباهى بيها انا كسبت السوبر اللي انت بتباهى بيها دي انت كسبتها بحكم مرتشي، مش وجهة نظري ده بحكم قانون اتحكم عليه بالرشوة، حكم مرتشي زي الحكم لامبتي. فاحمد ربنا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما اتكلمش في بطولة السوبر، لكن بما انك بقى قعدت تفرز الساعتين بتوع الكابتن سيد عبد الحفيظ وطلعت الغلطة دي، فالمفترض وانت بترد عليه بقى انت واحد محضر او الناس محضرين لك فتعرف ترد عليه صح، فتقول له انت شاركت في بطولة 96 مكان مين. ولازم برضو يعني تبقى فاكر 95 كمان الزمالك او 96 الزمالك شارك في البطولة الافريقية، انت ابتديت ابتعدت يوم 95 والبطل اعتقد ساعتها كان نادي الاسماعيلي، البطل كان نادي الاسماعيلي على ما اتذكر يعني whatever. البطل كان نادي الاسماعيلي، خالد الغندور واخد على ان هو الاسماعيلي ولاد عم، ولان الماتشات في 2009 بتمشي في شكل رومانسي، فممكن في التسعينات برضو الاسماعيلي كان بطل، بس هو قال للزمالك انت شارك بالعقل كده. يعني اللي قال لك المعلومه دي اقنعك ازاي انك تطلع تقول ان انت كان الاسماعيلي البطل؟ ده بالعقل الف به، لو انت مش عارف البطل فتاكد ان طالما مش انت يبقى النادي الاهلي. ايه مشكله الاسماعيلي ان هو كان يشارك لو هو بطل الدوري؟ يعني كانت هو مشكلته ايه؟ عايز مثلا يدخل ولاد العم؟ لا ادخلوا انتوا اولى، انتوا اللي داخلين في صراع وسباق مع النادي الاهلي. يعني انا مش عارف على اي اساس قدرت تنطق ان الاسماعيلي كان بطل الدوري 94 او 95، طب ما كان شارك هو الاسماعيلي؟ يا الله، تخيلوا ده خالد الغندور لما بيحاول ان هو يرد على كابتن سيد عبد الحفيظ من ساعتين بيتكلم في نقطه واحده. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال كميه معلومات وكميه اخطاء تاريخيه عند نادي الزمالك وكميه معلومات اترددت من اعلام الزمالك ومن اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وكمان من كابتن فريق نادي الزمالك، مش هتقدروا تردوا عليها لان هو معاه الحجه والدليل ومعاه الحق. تعالى انت بقى حضرتك مش عارف وانت بتحضر له 14 ساعه عشان ترد عليه، انت مش عارف انت شاركت سنة 96 مكان مين وبتقول مكان الاسماعيلي برغم ان من 93 ل 2000 الاهلي هو بطل الدوري؟ معلومه سطحيه جدا، يعني اي حد عدى كده على كره القدم هيعرفها، ما بالك بقى وانت كنت لاعب ومش عارف اصلا مين بطل الدوري 94 95 او 95 96. قلت لك قبل كده عبايه او بدله كابتن سيد عبد الحفيظ كبيره قوي عليك، ما تحاولش تلبسها عشان ما تضحكش حد عليك، ما تضحكش حد عليك، ابعد عن سيد بس، عارف انت ابعد عن كابتن سيد عبد الحفيظ، والله اريح ليك، ودي نصيحه والله اخويا لوجه الله، ابعد عن سيد عبد الحفيظ، شكلك هيبقى كوميدي جدا جدا، فبلاش سيد عبد الحفيظ. وبعدين اللي هي فكره بقى مقامره رجل او مغالطه رجل القش، هنعمل ايه؟ انا هطلع بعد ما ناخد اول دوري هنقول شفتم لما كان في فار احنا ابطال الدوري، فلما يترد عليك ويقول لك يا حبيبي ما انا في الفار واخد دوري ابطال افريقيا مرتين، تقول له طب انت بقى ما عرفتش ليه تاخد الدوري؟ يا ابني ما تضحكش الناس عليك وبلاش كابتن سيد، ما تضحكش الناس عليك وبلاش كابتن سيد، انتوا اللي طالعين بتتكلموا عن تقنيه الفار ان انتوا خدتوا اول دوري، فبنقول لك احنا خدنا دوري ابطال افريقيا بتقنيه الفار، خدنا السوبر الافريقي بتقنيه الفار، خدنا بروزيت كاس العالم بتقنيه الفار، ومن ضمن دوري ابطال افريقيا احنا قابلينك انت في نهائي وخدناه بتقنيه الفار، ففين المشكله؟ المشكله عندك ان انت نفسك عارف ان الفار اصلا في مصر اتطبق كده بالحب بالود بان انا اروح اعمل نفسي مش واخد بالي،
ما انت عارف القصه ماشيه ازاي، وعارف الاخطاء التحكيميه اتحسبت لصالح مين ومين اللي استفاد منها، فبلاش تخش مع كابتن سيد. اخيرا بعد ما كابتن سيد دايما بيطلع باي تصريح وكانها صدفه، دايما بتطلع حملات لنبذ التعصب، ولكن الحمله هذه المره خارجه من رجل جليل الشيخ اسامه الازهري، بيخاطب فيها ان الناس تجتمع، اطراف من نادي الزمالك واطراف من النادي الاهلي تجتمع عشان نبذ التعصب، واحنا دايما مع اي شيء لنبذ التعصب، ولكن المشكله ان الناس بتبدا بالغلط ثم ترجع تكون هي اسرع ناس تواجه او تتعاطف او تستجيب للمبادره. هو ده حال نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي كان بيتكلم عن مسؤولين النادي الاهلي ان هم انصاف مسؤولين وافعال صبيانيه والسوق والعوام، هو اول ناس ردوا في البيان ان احنا مع اتساقا مع الدعوه الكريمه من العالم الجليل فضيله الشيخ اسامه الازهري، وانطلاقا من ثوابت وقيم نادي الزمالك بمناسبه اقامه مباراه السوبر الافريقي لكره اليد بين قطبي الرياضه المصريه والزمالك والاهلي. يعني ماشي، يعني قطبي منين مش عارف، الزمالك والاهلي كمان ماشي عشان طالع من نادي الزمالك، لكن يعني ماشي هنعتبر القطب الثاني، وان كان القطب الاولاني بعيد جدا في البطولات عن القطب الثاني. المقرر لها الجمعه، وفي اطار العلاقات التاريخيه بين الناديين القائمه على الاحترام والتقدير المتبادل. انت متخيل البيان ده طالع من نادي الزمالك بعد ما كان بيصف النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي بانصاف المسؤولين، طالع يقول لك التبادل الاحترام المتبادل، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعيه وجميع اطراف المنظومه الرياضيه والاعلاميه الى اعلان مبادره لرفض التعصب والتاكيد على قيم الروح الرياضية. هو البيان جميل جدا، لكن لما تيجي تربطه بالبيانات اللي قبله هتحس ان في شيزوفرينيا، في انفصام في الشخصية، مين اللي مطلع ده ومين اللي مطلع ده، اكيد جهتين غير متسقتين، يعني ده جهة وده جهة، جهة طلع تقول على مسؤولي النادي الاهلي انصاف مسؤولين وبطلعوا بيان في النادي الاهلي، هو بيشكو ابراهيم عيسى بعد ما قال شعار النادي الاهلي شعار نازي، فالنادي الاهلي بيشكو ابراهيم عيسى، فالزمالك مش طرف، فبيتدخل الزمالك في طرف ويقول ايه، بيداروا على الفشل ان هم بيشتكوا اعلامي ملوش دور. هو الزمالك وهو نفس البيان اللي طالع اتساقا من الروح الرياضية ونبذ التعصب ولا ازاي يعني ازاي كده. طب يا ريت نثبت على ده، هنثبت على ده، اراهنكم من الاسبوع الجاي اول خروج عن فكره الروح الرياضيه هيكون من نادي الزمالك. تراهنوني؟ مش هتراهنوني عشان انتوا كمان متفقين معايا ومتفقين معايا. نشوفكم على خير، سلام.